الجزء اللي بعد كده بيقول ازاي enable enabling او disabling، يعني ازاي نوقف او نشغل all the controls. خلاص يعني واحده واحده بالكنترولز، الكنترولز كلها المفتاح ده كان كله على بعضه، انا عايز واحده واحده. فبيقول لي في جوجل مابس also provide يعني تدينا 3 more controls، تدينا ثلاث حاجات تاني نتحكم بيهم. اول حاجه اللي اسمها السكيل والروتيت والاوفر فيو. طيب ايه هو السكيل؟ السكيل ده كنترول بيدسبلاي الماب، بيعرض لنا الماب ماب سكيل اليمنت. يعني ايه؟ يعني المفروض ان في الخريطه يبقى في وحدات القياس بتاعه الخريطه. خلاص السكيل دي زي وحده القياس، يبقى لو انا عايز اعرض وحده قياس الخاصه بالخريطه هشتغل على السكيل ازاي؟ في الماب اوبشنز او باي لي سكيل كنترول، واقول له لو ترو عايز ازيرو فورس مش عايز ازيرو. ده السكيل ايه؟ السكيل كنترول. وطبعا ده ما بيبقاش باي ديفولت، ما بيبقاش موجود. يعني لو احنا رحنا جرن وجينا هنا في الاوبشنز كوما قلت له سكيل سكيل كنترول، وقلت له كمان ترو، ورجعت كده عندي هتلاقي ادي ايوه اهو. خلاص تلاقي ايه؟ تلاقي دي وحده الايه؟ وحده القياس ظاهره وبتحول لما بتدوس عليها بالميل او بالكيلومتر زي ما انت عايز. تقدر تشوف الايه؟ وحده القياس. كلام جميل. دي بالنسبه للايه؟ للسكيل. الروتيت ايه بقى فكره الروتيت؟ اللي هو اللف يعني. الروتيت كنترول كونتينز سمول سيركلر ايكون، يعني في ايقونه مدوره كده شويه بتسمح لنا ان احنا نلف في الماب. خلاص نلف الايه؟ نلف الماب بتاعتنا، نلفها يمين او اوبليك ايمجري. دي يعني صوره ملفوفه او ملفوفه بدرجه، يعني بدرجه يعني درجه يمين او شمال، صوره ملفوفه. This control appears by default at the top left corner. طبعا ده بيختلف من فتره لفتره. يعني ممكن تلاقي ده كان متاح في الديفولت باي فتره، وبعد فتره تلاقيه بقى مش متاح الى اخره، على حسب الاوبشنز اللي بتنزلها. المهم لو احنا عايزين نتحكم فيه بشكل يدوي بايدينا احنا عايزين نعرضه او ما نعرضهوش. خلاص في الروتيت روتيت كنترول او روتيت اوبشن ده ستريت فيو كنترول نجربها. اقوم جاي هنا اقول له ستريت view b capital control c capital، قلت له true. ممكن ادي السكيل دلوقتي false، يعني انا حابب ان كل واحده نشوفها لوحدها. ورجعنا هنا هلاقي ادي الايه؟ ادي الستريت فيو ظهر لي لوحده، صح كده؟ ستريت فيو ظهر لي لوحده، طبعا مش هيفتح لانه مش مسموح ان احنا نشوفها او مش موجود على جوجل مابس. ماشي ده الايه؟ الستريت فيو. طيب كلام جميل. في حاجه اسمها الاوفر فيو. الاوفر فيو دي عشان نقدر نعمل بيها انكريز او ديكريز للزوم ليفل، اللي هي زائد والناقص، الزرار الزائد والناقص الموجوده. اوفر فيو ماب كنترول، اوفر فيو ماب كنترول. اقوم رايح هنا قايل له ماشي، اخلي دي فولز، انت جاي على اوفر فيو ماب كنترول، قلت له انت اللي خليك ترو، عملت سيف. هلاقي ان هو ادي ايه؟ ما جاش. طبعا ده بسبب برضه ان هي هتلاقي في الفيرجن الجديد اتلغى. لو دخلنا على كده على جوجل مثلا ودورنا على جوجل Maps JavaScript API version، وقلنا مثلا عايزين نخش نشوف اي فيرجن من الفيرجنات، هنشوف بقى نوع بقى الفروق في الفيرجنز بتاعتنا. يعني تعالى كده ما نحددش فيرجن، ماشي؟ خش على جوجل ايه؟ على developers.google. انا عايز اوريك يعني الفرق في الحاجات دي غيرت، واحنا مفترض ان احنا نحدث نفسنا بحيث نبقى احنا معاها يعني.
يبقى شايفين ايه الجديد وايه اللي اتلغى وايه اللي ما اتلغاش والكلام ده كله. كان بنقول برضو ان الدنيا بسيطة. لو دخلنا هنا هتلاقي بقى الفيرجنز اللي هيطلق، اخر حاجة 3.24 وعندك ايه الى اخره. انت ممكن تشوف الحاجات اللي موجودة واللي اتلغت، يعني مثلا زوم كنترول ستايل، او ما يقول زوم كنترول ستايل هتلاقي مش موجودة خلاص. خلاص فانا لك الزوم كنترول، وعندك الزوم كنترول اوبشنز. دخلت على زوم كنترول اوبشنز هتلاقي دلوقتي مبقاش في دوت في الاوبشنز دوت عشان يقدر يعرض غير البوزيشن خلاص. وهنا بنحدد البوزيشن مكان دوت فين، توب ليفت توب داون مش عارف ايه كلام زي كده، لكن حجمه ذات نفسه مبقاش يعني بيتسبورت ليه اساسا. لكن لو رجعت في الفيرجنز القديمه هتلاقي ان الكلام ده عادي، الزوم كنترول اوبشنز هتلاقيه موجود، او الزوم كنترول ستايل اسف موجود. يعني مثلا لو دخلنا على اي بي اي ريفرنس ريليز اللي قبل ديت واللي قبلها، مع ان دي فريزنت خلاص يعني جمدت ما بقوش يشتغلوا بيها، هتلاقي لو دخلنا هنا بصينا مثلا هنا كنترول ستايل هنلاقيها موجوده اهي صح ولا لا؟ زوم كنترول ستايل في الفيرجن 3.23 ويقول لي الستايل اي دي بنستخدمه عشان نعمل زوم ومش عارف ايه وكلام زي كده، واديني ادي فعلا اللارج والسمول في الفيرجن ده. حاجه كمان لازم ناكد عليها ان مش دول بس الاوبشنز اللي موجوده، ده بس ده غايض من فايل. يعني احنا اتكلمنا على البان كنترول، ما برضو احنا ما جربناهوش بس احنا ممكن نجربه. يعني ممكن نعمل كده اهو، ممكن نقول بان بان كنترول واديله ترو تمام. اللي بعده يعني ممكن ده كده ظهرنا بان كنترول الزوم كنترول الماب تايب كنترول الزوم كنترول. ناس كتيرة جدا بتبقى عندها مشكلة في الزوم كنترول، ان هو لما بيكون في وسط الصفحة في اي بيج بتبقى عنده مشكلة دايما ان اليوزر لما بيمشي بالماوس بتعمل زوم صح؟ فكده بتوقفها يعني لما تقول له نوت تديله فولس. كده قلنا البان كنترول وقلنا الزوم كنترول ماشي، وقلنا السكيل كنترول، في برضو الماب تايب كنترول. في برضو حاجه على فترات بتبدا تتغير التحكم في الكنترولز دي، ماب تايب كنترولز ماب تايب كنترول يترو برضو. فكده الماب تايب كنترول الستريت فيو ستريت فيو مظبوط، والاوفر فيو مظبوط، والروتيت كنترول اخر حاجه الروتيت كنترول. روتيت كنترول مش اعتقدش ان هو ليه شغال دلوقتي، بس يعني مش دول بس، في كنترولز كتير.